السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم اسرع بسبوسة بالشوكولات بمكونات متوفرة عند الجميع، كتجي لذيذة بزاف. نتمنى حتى نتوما تجربوه. يلا خليكم معايا مع المقادير. عندنا هنا 3 البيضات، 2 كيديال الكاكاو المر، كاس السكر مع مرشي، كاس الحليب، كاس الزيت مع مرشي، كاس السميد، 2 الخميرات الحلوى صغارين، 1 الفاني كيديال. يلا خليكم معايا. دابا ان شاء الله غندوزو المقادير ديال الكريم اللي غنحضر ونسقيو به البسبوسه ديالنا. كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا الشوكولات، معلقه د مايزينا كبيره، 2 الكيسان الحليب، 2 المعالق كبار الكاكاو. غنكبو 2 الكيسان ديالنا د الحليب، غنزيدو عليهم 2 المعالق كبار د الكولاكاو، وغنزيدو معلقة كبيرة د مايزينا، كما كتشوفوا البنات نحركوا الخليط ديالنا مزيان مزيان. دابا نعملوها فوق البوطه، غنبقاو كنحركوا كنحركوا حتى كترجع لنا الكريمه ديالنا ثقيله شويه. بعد ما تجمعت الكريمه نطفيو على البوطة، كنزيدو عليها الشوكولات، ومع التحريك حتى يندمج لنا الخليط ديالنا.
كيف ما كتشوفوا البنات من بعد ما طابت الكيكه ديالنا كنقطعوها مربعات صغارين صغارين. دابا غنكبوا عليها كريمه، من الاحسن نكبوها هي باقا سخونه باش ما كتبردناش وتقصح باش كتدخل عليها من داخل. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا كيك سنطفون رشيتو عليها من فوقي، ديما البنات ما تنساوش اللي باقي ما اشترك معايا في القناه ديالي يشترك وتخليوا لي لي لايكات ديالكم، وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم. الى اللقاء الى فيديو جاي ان شاء الله.